السلام عليكم كل متابعين القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعلم اسكندريه. موجودين فين النهارده؟ موجودين على اخر نقطه على ساحل شواطئ اسكندريه، تحديدا على شواطئ ابو قير. فين في ابو قير؟ في اقدم واشهر واجمل مطعم يوناني في اسكندريه، مطعم زافيريوم. مطعم زافيريوم مطعم يوناني تم انشاؤه 1929 لما كانت الجاليه اليونانيه اكبر جاليه اوروبيه في اسكندريه. لو حضراتكم اول مره تتابعونا اتمنى اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بننزله على اسكندريه. الاهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. احنا كده على باب المطعم، على يميننا البحر والميناء الجديده، على شمال الصوره السكه الحديد والميناء القديمه والبحر الميت. مطعم زافيريون زي ما انتم شايفين عباره عن مبنى خشبي، طبعا ممزوج بالوان اليونان الابيض والازرق. المطعم بجوار البحر مباشرة، اهو فيو البحر، في جراج تبع المطعم، في كمان قاعدة على البحر، يعني المطعم فيه ليه قاعدة على البحر كمان، جراج وقاعدة. المطعم طبعا ليه زباينه المعروفين المشاهير. احنا كده داخل المطعم، دي بقى طبعا التلاجة بتاعة المطعم، ممكن حضرتك تختار السمك اللي حضرتك تاكله بالهنا والشفا، وتختار كمان طريقة طهيه، يعني عايز تشوي تشوي، عاوز تقلي، عاوز طاجين. طبعا زي ما انتم شايفين كل انواع السمك، الوقار، الحلبيش 111، دينيس، سافوريا، بسم الله ما شاء الله، بربون، كله موجود. دينيس كابوريا موجوده، كله موجود اهو. هنا طبعا الفواكه اهو، الريتسا، الجمبري انواع الريتسا، هي ريتسا ابو قير، طبعا دي ريتسا ابو قير، الجندوفلي اسماعيلاوي وبلدي، السبيت سوبر اهو، الجمبري، البطارخ، البساريا، طبعا الريتسا تاني اهو ريتسا، وفي طبعا اللي هو شبيه البلح، بلح البحر، ولكن هو مش بلح، لكن هو الايام دي يباع على اساس اللي هو بلح، نوع من انواع البلح ولكن مش بلح. ده الجندوفلي البلدي حي اهو، طبعا ده شبيه البلح، بلح البحر، كابوريا، وقار. في زافيريون ممنوع الشوي بالرده، طبعا يفصل طبعا داخل المطعم من الداخل. الشوي في زافيريون بزيت الزيتون، طبعا المطعم من بره على البحر على اليمين. الشوي داخل زافيريون بزيت الزيتون مش بالرد، طبعا انت حضرتك بتختار نوع السمكه ونوعيه الطهي اللي حضرتك بتحبها. ان شاء الله قريبا انتظرونا في فيديو عن الفرق بين الريتسا اللي امامكم والترسا وسمكه البقر وسمكه القرده والوطواط. طبعا بدون مجامله واضح ان السمك بسم الله ما شاء الله، اهو الجمبري طازه بلدي حي اهو، طبعا بيض الصبيط بسم الله ما شاء الله. طبعا زافيريون مش محتاج ان احنا نتكلمه عنه او نعمله دعايه، طبعا والله احنا مش كلام مش دعايه، ولكن زافيريون معلم من معالم اسكندريه. الجندوفلي البلدي بتاع المينا الشرقي وبتاع ابو قير، طبعا الجندوفلي اللي عند زافيريون من ابو قير، الريتسا من ابو قير، سمك ابو قير لا يعلى عليه. كده نكون هنا جولتنا في مطعم زافيريون، اتمنى تشتركوا في القناه عندنا، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بننزله على اسكندريه. اهم حاجه ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو.